اسمي نور القايدي، خريجة برنامج الدس الأكاديمي لعام 2013. برنامج الدس الأكاديمي ساعدني أحقق حلم كنت أسعى لفترة طويلة، ألا وهو الالتحاق بأفضل جامعات العالم، جامعة كارنيجي ميلون يونيفرسيتي في المدينة التعليمية. يؤسس برنامج الدس الأكاديمي الطالب بالإنجليزية، الرياضيات والعلوم والحاسب الآلي. ولدى برنامج عدد من الاتفاقيات مع بعض الجامعات داخل وخارج قطر لاحتساب برنامج الدس الأكاديمي كسنة تأسيسية. وفر الدس الأكاديمي العديد من المختبرات للطلاب لأداء التجارب المشابهة التي تحدث في مختبرات الجامعات. وجود الإرشاد الأكاديمي ساعدنا كطلاب برنامج الجسر على التعرف على الخيارات الجامعية المتاحة وطريقة التقديم عليها. بجانب المنهج الدراسي يوجد هناك الأنشطة والفعاليات والنوادي التي تساعد على تخفيف الضغوطات الدراسية. حصلت على قبولي في جامعة فيرجينيا كومنولث في المدينة التعليمية بعد اجتيازي لبرنامج الجسر الأكاديمي.